يقول لي طب ايه الحل دلوقتي؟ اقول له هي فين المشكله؟ يقول لي ماساه فلسطين. بعز ما احنا كنا العيال عماله تموت في محمد محمود والناس عماله تقطع بعض في ليبيا وفي قناه الجزيره عماله في قعده 3 شهور. فلسطين ماساه وطن. يا سلام. والاكراد دول ايه؟ كوميديا؟ ده اللي شافوه يعني الحاله في سوريا حتى صغيره وتركيا حتى كبيره، بس تركيا دي حاجه حديثه حدود سياسيه، وسوريا حاجه حديثه حدود سياسيه، والعراق كلها حاجات اتعملت بعد عقد الاستعمار. بس الناس دي ليهم وطن ودي بلادهم وليهم لغه. عشان كده قصيدة جميلة لمحمود درويش، يتذكر الكردي حين أزوره غدا، يعني يفتكر اللي هيحصل فيه. إنما لو قسنا بمقاييس الهيومن رايتس، هي مش الكيان العدو الفظيع الشنيع الإسرائيلي الفاجر الكافر اللي مش مدي للفلسطينيين حق مواطنة وبيدخلهم في الكنيسة واسمهم عرب 48 ما غيرش اسمهم عرب وما تدخلش في لغتهم. طيب العرب والفرس والأتراك عملوا كده مع الكرد؟ ما عملوش كده. دي المأساة الكردية أضعاف مضاعفة. الأمازيغ ناس موجودة وليها ثقافتها وممتدين من أول يعني الحال الفلسطيني على طبعا صعوبته. نعيم بالنسبة للأكراد، الأكراد كان صدام حسين بيضربوا الغاز إبادة، وكانوا يدفعوا الناس هنا والناس هنا عشان يقتلوا في بعض، ولما هديوا دلوقتي عملوا لهم داعش. وكشفت نفسها تركيا امبارح لما قال كده صراحات الاردوغان، انا مش هوافق على وجود تجمع كردي في شمال سوريا على شاكلة التجمع الكردستان العراقي. ايوه كده يا راجل، قول بالاول، قول بقى ان انت عندك ديار بكر فيها أغلبية كردية، وإن هي الحكاية اللي تقول لي بقى لا إسلام ولا مش عارف إيه ولا خليفة المسلمين، أنت هتبكش، هي كلها سياسة. أنت مش عايز دول يطالبوا بالانفصال لأن سلة الفواكه معمولة في المنطقة دي. فلما يبقى في كردستان العراق، ما كردستان حاجة واحدة طول التاريخ. وإيران واخدة حتة والعراق واخدة حتة، ليبيا لحد المغرب. وبعدين وقعوا تحت سيطرة وهيمنة الثقافة العربية. ودخلوا الإسلام، دخلوا الإسلام. استأمنوا؟ لا. سمح ليه؟ ده أقصى أمنيهم دلوقتي ليه؟ اللغة الأمازيغية. إنما حتى بعد قيام دولة إسرائيل عانوا زي دول؟ لا، ده لغتهم موجودة وطلعوا لنا أهم شاعر معاصر وحواليه شعراء تانيين. التانيين مش عارفين يتكلموا لغتهم ولا يتعلموها. يبقى مأساة مين اللي أشد؟ بس احنا بنكذب، وده السبب في حرص الحكومات على تسطيح عقول البشر في بلادنا. بس ليه؟ لانه عارف انه الواد ده لو فتح عينيه والبت دي لو انه هيكتشف ان العمليه كلها لعبه كده. وكفايه كده بقى، شوفكم الشهر الجاي.